كيف جابها شباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أخواني في الله، إن شاء الله تكونوا بألف خير. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اذكروا الله يا شباب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. موضوع الفيديو، نلعب على طاولة برلين كلها بندات زي ما انتم شايفين باللي قبالكم في صورة كانت التعليقات، انه العب تحدي انه تلعب كل الطاولات على برلين، عفوا على كل الطابات على برلين بندات. طبعا الفيديو كان جميل. لعبت جيمين، انا مش جيم واحد بس، وجبتهم كلهم بندات، وان شاء الله يعجبكم هذا المقطع. لا تنسوا تعملوا بلايك الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا احنا ضايلنا شوي ما يقارب ال 400 وشوي، بنوصل 8000 ان شاء الله بمساعدتكم وتعاونكم معنا وفضل الله عزوجل طبعا وبقدرة الله عزوجل، وبنوصل هذا ان شاء الله الفيديو 1000 لايك باذن الله. خليكم على المقطع. هاي يا شباب طاولة برلين، نفوت اول جيم، او مش اول جيم، هو جيم واحد اصلا. بدي اشوف حالي هل يا ترى بقدر اجيب مبدات ولا لا، الله اعلم. بسم الله، طب اشتحي جميل جدا. عشان نكون التحدي اصعب واصعب. حلو، هاي عليك شباب. طبعا هو يا شباب فوت لي طابع اللون الهديه، بضل عندي 6 طابات، كانوا 7 صاروا 6. كيف جابها شباب؟ والله العظيم يا اخي لا اعتبره محترف، لانه هاي ضربة عشوائية. طب حلو، هاي معانا الجيم كله فاتح. علي بس افوز. تمام. هاي الطابة الأولى قلنا احنا صح؟ هاي الطابة الثانية. شباب ماليش دخل شانس مع شانس، انا علي اجيب بندات ولا لا شباب؟ تعترفوش؟ حلو، هاي البند الثاني على التوالي. وير ان شاء الله هذا البند ال50000. البند شو البند؟ 3 طابات لحد الان جبنا. وهاي قديش صاروا؟ 4 طابات. نحاول نجيب بند هاي ولا بندين. هاي بندين شباب، لأنه شوي صعبة. طايل طابة واحدة من جاي. فوزنا الجيم الحمد لله شباب. هذا لا يعتبر شانس، هذا فوز. بس عشانكم راح اعيد الجيم، لانه ما لعبتش كون ما لعبت هنش كلياتهم بندات، وانا غلطان. مقصر يا عمي معكم، شو مقصر؟ بدي العب غير هذا الشيء، ما عجبتنيش، مع اني لعبتهم كلهم طابات، كل البندات طابات، 5 طابات بندات، اما هو الباقي فوت لي اياهم، فهذا مش ذنبي يعني. وهاي يا شباب صار دورنا الحمد لله، وان شاء الله اني اقدر اجيبهم بدات كلياتهم زي ما وعدتكم يا اعزائي. وهاي اول طابة. هي كمان فوتي فاتش، ما فاتتش، احنا بنفوتها بالخضرة.
شباب راح تفوت البرتقالي تمام ان شاء الله طبعا. وهو طبعا هو يجيبها فوق ما جابهاش طبعا مش راح تيجي يعني، بس يحيى بيقدر يجيبها يعني. دي دا 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 جاي هيك طبعا جاي. بتيجي الثنتين مع بعض عادي ما في مشكلة عندي. تمام هاي بندين لعيون الشباب الطيبة. جميل جميل جدا جدا. طب وهسه كيف اجيب بند يعني؟ كيف يعني؟ هاي بند فوق. بتيجي شباب. اصعب بند هذا. مش قلت لكم اصعب بند؟ بس حلو بس بس بس. يا ويلي يا ويلي يا رب ما يجيبها يا رب. طبعا خسرت الجيم الثاني شباب مش الجيم الاول. فزت الجيم انا فزت التحدي شباب من جد فزت التحدي. اوه الحمد لله انه صار دوري. قلبي يما قلبي قلبي قلبي. بيجي هيك طبعا تيجي يا ويلي يا ويلي عشان صي يا ويلي عشان صي. انا بالله عليكم يا شباب انا شنيس ولا لا؟ مش شنيس انا مش شنيس بالمره بالمره مش شنيس. جاي شباب طبعا جاي باذن الله. وهنا البند الاصعب. ليش بند اصعب يعني؟ هسه بقول لكم ليش. هتجيش اصلا مش قلت لكم انها بتيجي. والحمد لله لعبتهم كلهم بندات وفزت التحدي والحمد لله. مشاهدة ممتعة ان شاء الله لهذا الفيديو. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنوصل هذا الفيديو ان شاء الله. الف لايك باذن الله ومقرب نوصل 8000 يا اصدقائي. السلام عليكم.